مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يتجدد اللقاء مرة أخرى في مهمة خاصة. أخباركم إيه في البرد ده؟ الدنيا برد جدا، لكن يعني هنا في الاستوديو ده فالحمد لله. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ وحشتوني كتير جدا جدا خلال هذا الأسبوع. طلعنا متأخر شوية، بعتذر لحضراتكم، لكن كبرنا يعني الساعة 9، يعني ممكن نطلع قبل كده لكن مش بعد الساعة 9. على كل حال التقينا بسلام، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون عندنا مهمة خاصة مختلفة وجديدة زي ما عودت حضراتكم. لكن قبل ما نروح مهمتنا الخاصة، خلوني أذكر حضراتكم بأولى حلقتنا هنا في قناة مصر البلد، كانت اغتصاب وقتل الطفلة رحمة لو تتذكروا حضراتكم. كان موضوع مهم جدا عرضته لحضراتكم من شهور بسيطة. هذه الطفلة اللي تعرضت للقتل بوحشية والاغتصاب وتم إلقاء جثتها في ترعة الإسماعيلية. إيه رأيكم لو فكركم بجزء بسيط جدا من الحلقة ديت؟ لأن الحكم صدر على القاتل منذ أيام بسيطة، وبصراحة كان حكم رادع. زي ما بنعرض وزي ما بنوضح وزي ما بنقول، لازم نعرض لحضراتكم أيضا نتيجة هذه الحلقات وما أسفر عنه التحقيق وما توصل إليه القضاء الجنائي المصري. تعالوا أذكر حضراتكم بجزء بسيط من هذه الحلقة وأعود إلى حضراتكم مرة أخرى، ابقوا معنا. اخت رحمه، اخت رحمه، تعالي جنبي شويه كده اتعرف بيك. انا اميره محمود اخت رحمه. ازيك يا اميره؟ وبقى لله الشد على الله. كم سنه يا اميره؟ عندي 20. 20 يا اميره، برضو يعني تعليقك على اللي حصل. انا يعني مش عارف صراحه اسالك اقول لك، يعني هو وشك ودموعك واحساسك كل شيء بقى. والله يعني انا عايزه حقها، بس والله يعني هم يجيبوا لي حقها، بس ليه عدام في مدنعين بس؟ عشان هي وحشتني والله يا قوي، كنت انا جدا ونفسي اشوفها والله، وحشتنا قوي. ليه يعملوا فيها كده؟ انا اختي سورة اختي والله ما بتفرق. منديل يا احمد، منديل. ماشي اتفضل. صورتها مش بتفرقني والله العظيم، مش عارفه، مش عايزه احسس حد بالوجع اللي جوايا. وانا عايزه حسب الله ونعم الوكيل فيهم اللي عمل فيها كده، منهم لله. نعرض صورهم مرة أخرى أمام حضراتكم، الشياطين، القتلة، الجناة، وليد، أملات. بس اللي أنا عايزاه منهم بس اللي هم يدوم إعدام ويتعلموا، علشان ما الناس تانية ما تعملش في بنات الناس كده. بس ده اللي أنا عايزاه من يعني من الرئيس. حوار آخر حوار بينك وبين رحمة؟ كانت بالليل، كانت مشترية طقم جديد بالليل، كنت انا جايه من الشغل برضو بالليل، وقعدت معايا شويه بتقول لي انا اشتريت طقم جديد وكده. قلت لها حلو جميل، قالت لي حلو، قالت لي احضر بيه فرح بنت عمي. قلت لها شكله حلو بس. وبعد كده قالت لي انا داخله اشيله، وبعد كده ايه، انا سبتها ودخلت انام. قبل ما انام راحت سلمت عليا من قبل الجريمه على طول. دخلت سلمت عليا، راحت حضناني وبيساني، وقالت لي خلاص روحي نامي، ولو عوزت حاجة أنا قاعدة جوه ونادي عليا لو عوزت حاجة. قلت لها حاضر. بس بعد كده ما شفتهاش تاني بقى. جيت بقى والدتي اتصلت فيا في الشغل بتقول لي ما تعرفيش حد اسمه وليد توك توك؟ قلت لها لا معرفش. ليه؟ في حاجة؟ بقيت مخدت من الساعة 5 مش لعينة، واللي خدها اسمه واحد اسمه وليد توك توك وما جابهاش لحد دلوقتي. بس بعد كده جيت من الشغل خدت الرقم بتاعه، اتصلت بيه بتليفوني، راح رد بقول له الو، بيقول لي الو مين معايا؟ انا هنا. ازاي تم التوصل لوليد توك توك؟ ازاي تم التوصل للجناه؟ ايه اللي حصل وايه الحوار الغريب جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ بعد اذن حضرتك، بعد اذنك يا ام رحمه، الحوار اللي دار مع المتهم وكانت لسه رحمه على قيد الحياه، وحصل حوار تليفوني بين مدام رباب اللي كانت رايحه لها رحمه وبين المتهم، وازاي تم التوصل ليه، وعداله ربنا سبحانه وتعالى في نفس اليوم يتم القبض عليهم. طبعا انا واقف فين دلوقتي؟ انا واقف عند البنزينه القديمه اللي على يساري على طول، اول ما العربيه دي تطلع حضراتكم هتشوفوها على طول.
يمكن ورا شويه المكان اللي ركبت فيه المجني عليها، رحمه اللي عندها 12 سنه بالظبط وفقا لما جاء في محضر النيابه العامه. المتهم وليد اعترف اعترافات تفصيليه وقال لرئيس النيابه ان البنت ركبت معايا من عند البنزينة القديمة، الحقيقة اللي احنا عارفينها انها ركبت من ورا شوية من عند جامع ابو العيلة اللي ظاهر مأذنته في خلفيتي مكان بيتها. قالت له يا عم وانا مش معايا الا 2 جنيه عاوزة اروح للشارع الجديد، خدها بالتوك توك من ورا بعد ما يعني تكاتك كتير ما مرضوش ان هم يركبوا البنت لانها مش معاها الا 2 جنيه. هو طبعا هذا الشيطان اللي اسمه وليد صور لي خياله ان البنت ممكن ان هو يغتصبها وممكن ان هو يعمل معاها حاجات كتير غير مشروعه، ركب البنت ولا ما يهمكيش من عند جامع ابو العيله زي ما قلت لحضراتكم دورا بالبنزين ده قسم تاني شبرا الخيمه لغايه طبعا المكان انا فيه دلوقتي ده سوق مشترط، سوق مشترط اللي ورايا على طول، لغايه ما طلع بيها وراح بيها عند ترعه الاسماعيليه في مكان نائي جدا مكان بعيد جدا عن المكان هنا. هاخد حضراتكم دلوقتي هنروح ترعه الاسماعيليه، هنروح المكان اللي تم انتهاك عرض رحمه فيه وتم اغتصابها وتم قتلها. ابقوا معنا. جيت هنا في بجوار ترعة الإسماعيلية منطقة برح النهر تحديدا دايرة اسم تاني شبرا الخيمة. المكان اللي غاوي فيه بقى ده يا جماعة اللي تم اغتصاب رحمة فيه هنا في نفس المكان وانتهاك عرضها 12 سنة زي ما قلت لحضراتكم. والمتهمين وليد هذا المتهم اللي انا يعني لو وصفته بكل الاوصاف اللي ممكن حضراتكم تتخيلوها هقول ايه؟ هقول شيطان على هيئة بني آدم، هقول إنسان يعني ما ينفعش أقول إنسان، ممكن أقول أي كلام، أقول حيوان، أقول أي كلام خارج تماما عن لفظ الإنسان. وليد وملاد، وليد وملاد جابوا البنت هنا، انتهكوا عرضها هنا، اغتصبوها هنا، قتلوها هنا، رموها في المكان ده. شايفين حضراتكم بنت عندها 12 سنة اترمت في المكان ده في ترعة الإسماعيلية في نفس المكان اللي أنا بشاور عليه. وعلى فكره يا جماعه البنت ما ماتتش، ما اترمت، خدوا بال حضراتكم من الملحوظه دي. هم استشعروا ان البنت ما زالت على قيد الحياه، يعملوا ايه؟ يسحبوا البنت تاني من الترعه وينزلوا عليها بحقر على دماغها. انا والله ما قادر اكمل، حضراتكم مستوعبين؟ انا بعرض لحضراتكم صوره البنت تاني، شايفين البراءه؟ شايفين الطفوله؟ شايفين السذاجه؟ شايفين الطيبه؟ شايفين الرحمه وهي رحمه؟ شايفين يا جماعه بنت زي القمر، بنت في عمر الزهور، بنت عندها 12 سنة، بنت ما عملتش أي حاجة في الدنيا غير إن هي كانت نازلة بس علشان تروح تودي الفستان لمدام رباب عشان تنفذ كلام أمها، يبقى مصيرها بالشكل ده. مكان الواقعة كان هنا، مكان الحادث كان هنا، تلات جنايات والضحية بنت عندها 12 سنة، خطف، انتهاك، عرض انثى، قتل عمد مع سبق الاصرار، والاثنين بيشربوا السيجارتين عقلهم مش عاوز بقى يعني اوضح يعني هم كانوا تحت تاثير مخدرات ولا مش تحت تاثير مخدرات، ولكن قبل ما يشربوا السيجارتين هم خلاص حضروا العده وخدوا القرار وكان عندهم الاصرار وجابوا البنت لغايه هنا وعملوا فيها الكلام ده. مين يرضى بالكلام ده؟ اي شريعه ترضى بالكلام ده؟ اي اخلاق ترضى بالكلام ده؟ اي اعراف ترضى بهذا الكلام؟ على كل حال انا حبيت ان انا اجي بس اوضح لحضراتكم المكان اللي يعني شوفوا بقى حضراتكم يعني تخيلوا المكان دوت بالليل بيبقى عامل ازاي؟ تخيلوا اما بنت عندها 12 سنه بتواجه المصير المحتوم بالشكل ده؟ تخيلوا اتنين ذئاب زي دول مفيش اي حاجه شفعت للبنت، لا سنها ولا ضعفها ولا حتى اي وازع ديني عندهم. انا مش هتكلم كتير، يمكن هستاذن بس زملاء المصورين يا ريت لو ننزل تحت يا جماعه. بصوا حضراتكم انا بحاول اعمل الكلام ده عشان اخليكم تعيشوا معايا الموقف، تعيشوا معايا الاجواء. شوفوا حضراتكم اما البنت
بصوا حضراتكم، اما البنت يتم سحبها بالشكل ده. في المكان ده بالظبط، في المكان ده بالظبط، ويرموها هنا ويزقوها بقى جوه عشان المايه تاخدها. والبنت زي ما قلت لحضراتكم سبحان الله كان يعني ما زالت على قيد الحياه. يجيبوا الدبش وينزلوا عليها بالدبش هنا عشان يقضوا عليها تماما. صدر الحكم من أيام بسيطة على القتلة في هذه الجريمة اللي أنا عرضتها لحضراتكم من شهور بسيطة. خلونا ناخد الأستاذ محمد خيري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أستاذ محمد مساء الخير وأهلا بك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ أحمد. صوت بعيد شوية يا أستاذ محمد. مساء الخير يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. يا ريت بقى تطلعنا على الحكم الرابع اللي صدر في هذه القضية. بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد المحكمة الجنائية شبرا الخيمة برئاسة الأستاذ المستشار. أستاذن حضرتك أستاذ محمد خيري، يا ريت لو تعلي صوتك شوية بعد إذنك. تمام يا فندم. الصوت كده واضح يا فندم؟ اتفضل يا فندم. اتفضل. الحمد لله رب العالمين، تم الحكم على المتهمين بقتل وخطف اصابة الطفلة رحمة بحالة اوراقهم من قبيلة المفتي تمهيدا للتصديق على هذا القرار باعدامهم ان شاء الله باذن الله. نعم. 24 حالة اوراق القتلة في هذه الجريمة الى فضيلة مفتي الديار المصرية. ان شاء الله باذن الله. وبنتوجه للشكر طبعا للبرنامج مهمة خاصة، ولسيادتك طبعا جزيل الشكر على اهتمامك بالقضية. وبنحب نوجه الرسالة لكل من تسول له نفسه في اتيان هذا الفعل وهذه الجريمة البشعة ان مصيره سوف يكون نفس مصيره. هو ده والله يا استاذ محمد، يعني خليني اقول لحضرتك يعني ده اللي خلانا ان احنا نهتم بعرض جزء من الحلقة السابقة ونقول للسادة المشاهدين قد ايه اللي بيعمل كده بتكون نهايته هي الاعدام، يعني ده شيء مفروغ منه. فحضرتك منطلة وانا عارف طبعا ان حضرتك يعني محامي المجني عليها القتيلة واسرتها، يا ترى ان شاء الله باذن الله ممكن ينفذ الحكم في خلال قد ايه كده يا استاذ محمد؟ هو المحكمة حالت الاوراق المتهمين لفضيلة المفتي. نعم. وحددت جلسة 24/5 للنطق بالحكم. طبعا ان هي مسألة اجرائية لابد من تصديق السيد فضيلة المفتي على القرار. نعم. حتى يكون القرار يعني نهائي جلسه 27/5 ان شاء الله. 27/5 القادم ان شاء الله. 27/5 القادم ان شاء الله. نعم. يعني هيتم النطق بالحكم باذن الله تعالى. وحسب معلوماتي القانونيه ان راي مفتي الديار المصريه راي استشاري مظبوط وليس ملزم للقضاء الجنائي. بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم. وراي فضيله. نعم. المفتي وراي استشاري وغير ملزم لهيئه المحكمه. نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا. بنشكر سيادتك يا فندم وبنشكر برنامج مهمه خاصه الذي لم يتوانى عن الاهتمام بهذه القضيه ونشرها، وبنقدم خالص التعازي لاسره الطفله رحمه. وزي ما قلنا يعني بنوجه رساله يعني بنناشد كل اب وكل ام. نعم. ان هم يهتموا باطفالهم، وزي ما حضرتك يعني في الحلقه اللي حضرتك يعني قدمتها مشكورا وجهت رساله برضه سيادتك شديده اللهجه يعني، وبتناشد كل الامهات وكل الاباء. نعم. بالمحافظه على ابنائهم حتى لا يعني يكون مصيرهم مصير هذه الطفله البريئه التي تم اغتيالها واغتيال براءتها على يد هؤلاء المتهمين القتل. انا بضم صوتي لصوت حضرتك، شكرا جزيلا. الاستاذ محمد خيري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، ويمكن ده اللي احنا بنتوخاه دايما وبنهدف ليه
في كل حلقة ان احنا نقول لحضراتكم خدوا بالكم من كذا وخدوا بالكم من كذا من ولادكم وخدوا بالكم من خط سيرهم وخدوا بالكم من يعني لازم في النهاية بصل بحضراتكم الى دروس مستفادة. طبعا يعني الحمد لله والف مبروك يا ام رحمة والف مبروك برضو اختها اللي انا يمكن عرضت جزء بسيط من حواري معاها. الحمد لله يعني حق البنت ورجع وتم القصاص بما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب النهاردة عندنا موضوع مختلف، يعني عشان اخد معاكم في الموضوع على طول مش عاوز اتكلم كتير، بس هاخدكم وهنطلع بره المنطقة المركزية بره القاهرة، هنروح بسرعة لمحافظة الغربية وبالتحديد مدينة المحلة الكبرى. ولما نقول المحلة يبقى نقول الرجالة، يبقى نقول الجدعان، يبقى نقول اقتصاد مصر و الحرف البسيطة اليدوية. لما نقول المحلة يبقى نقول حاجات كتير جدا جدا. محافظة الغربية بشكل عام رجالة جدعان ولاد أصول، بصراحة مش بجاملهم، أنا مش من هناك، ولكن تتميز دايما محافظة الغربية بهذه السمات. إيه اللي حصل في الغربية؟ إيه اللي حصل في المحلة الكبرى؟ إيه مهمتنا الخاصة النهاردة؟ موضوع غريب جدا جدا. هاكل حضراتكم ونروح نشوف الجزء الأول من هذه المهمة الخاصة، ابقوا معنا. مشاهدينا مساء الخير، اهلا بحضراتكم. مهمة خاصة جديدة، يمكن زي ما حضراتكم شايفين المكان ريفي. انا موجود فين؟ انا موجود في قرية ميت ليس. ميت الليس مركز المحلة الكبرى. طيب انا جاي النهاردة ليه؟ جاي عشان اعرض لحضراتكم موضوع غريب، موضوع فريد، موضوع بصراحة يعرض لاول مرة، شيء وحادثة جديدة من نوعها. يعني لو حضراتكم كده قلنا مثلا كلب عض بني ادم، وده بنشوفه كتير، هنقول ده شيء طبيعي. لو قلنا مثلا يعني ان طفل صغير زي ما شفنا كده يعني في السوشيال ميديا الفترة الاخيرة، كلاب طلعت عليه عضته نهشته، هنقول عادي. لكن حمار زي ما بقول لحضراتكم كده يعض طفل عنده 12 سنة في مكان حساس جدا في جسمه ويفصل عضو الذكري عن جسمه، نقف هنا. مش نقف هنا علشان الحادثة غريبة فريدة من نوعها وبس، لا، انا جاي من القاهرة لغاية هنا لغاية اخر الدنيا في مدينة المحلة الكبرى في قرية ميت الليس، زي ما قلت لحضراتكم من ضواحي المحلة، بعيدة جدا عن المحلة، مش عشان الموضوع ده وبس، طبعا عشان نطمن على الطفل، عشان نعرف ايه يعني ايه الحادثة الغريبة دي وازاي حصلت، لكن عشان نشيد بدكاترة مصريين عظماء بجد. دكتور هشام فتحي الراجل المحترم اللي المحلة كلها بتتكلم عنه، واللي المفروض انا جاي النهاردة عشان مصر كلها تتكلم عنه، لان الدكتور ده رئيس قسم المسالك البولية مستشفى المحلة العام، قدر في وقت قياسي يعيد العضو الذكري الى الطفل كمال، الطفل اللي عنده 12 سنة اللي كان خلاص هيفقد حياته ويفقد حاجات كتير. المكان اللي انا بكلم حضراتكم منه دلوقتي ده هو المكان اللي حصل فيه الحادثة، اللي وقعت فيه الحادثة. يمكن الطفل كان ماشي حسب يعني شهادة الناس ليا وكلامهم ليا قبل التسجيل، كان ماشي مع خاله، كان رايح فين، كان جاي منين، ازاي الحمار ده عضه، وازاي يعني فصل عضو الذكري عن جسمه، ده اللي هعرفه دلوقتي. فين خال الطفل يا جماعه؟ تعالى من ورا الكاميرا كده. السلام عليكم، اتعرف بيه علاء الشحات. ازيك يا علاء؟ الحمد لله. حد تاني من قرايب الطفل؟ طب تعالوا جنبي، تعالوا يا جماعه جنبي كده، تعالوا. السلام عليكم. معاك محمد الشافعي. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا استاذ احمد؟ قريب الطفل؟ جوز خالته.
اهلا وسهلا وسهلا بيك. محسن يا باشا، محسن الشحات. خال محسن. خال خاله التاني. خال على. السلام عليكم، ازي الصحة؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ طيب ايه؟ بقول لك متشكرين حضرتك على الواقعة اللي احنا فيها. لا ربنا يخليك، ده واجب علينا. وانا عاوز اعرف بس على انت خال الطفل ايه اللي حصل بالظبط؟ هو الحمار اللي مؤاخذه كان جاي من هنا كده جاري، هو كان بيلعب كرة هنا في الحتة دي كده، فالمهم هو طفل بقى ما يعرفش حاجة، خلي وشك فبيحلق على البيم كده، فجه هو عامله لمؤاخذة بدماغه كده، فما اترقى نام على ظهره، نام على ظهره. يعني هو الطفل الصغير اللي احنا تعال مؤاخذة وهو بيجري، حضرتك هو بيجري يعني مؤاخذة الحمار ده بيجري، الحمار ده بيجري، الولد ده بيلعب في الشارع، الولد يعني بيحلق عليه كده وبيعمله كده، بيحلق حضرتك، حضرتك قام جاي مهوشه، قام جاي مؤاخذة ماسكه من بشره كده، صغير ما يعرفش حاجه، عدو الذكري، من عدو الذكري، فهو ما يعرفش يعني، هو ما نعرفش اصلا هو بتاع مين، فاخدناه وجرينا حضرتك وطلعنا بيه على القصر، والحمد لله يعني كويس يعني. يعني ماشي. تم اعاده هذا يعني العضو الحساس، هو قطع حضرتك والحمد قطع. لله والحمد لله بقى كويس الحمد لله وتمام، وهو في القصر حضرتك دلوقتي. بس ده الدكاتره عملوا شغل جامد قوي بصراحه، الحمد لله ومشكورين يعني، الحمد لله لهم الشكر، امانه الله. الدكتور هشام ايه؟ بفضل الله الدكتور هشام في البركه، دكتور هشام فتحي. ربنا يزيده. طيب المكان هنا اسمها قرية ميت الليت هاشم، طبعا مركز عليها الليت، لكن هي ميت الليت، هي ميت الليت، ميت الليت، لان في ميت الليت اصلا يا زحمة، انما دي ميت الليت اصلا، ميت الليت هاشم بس يا زحمة، ميت الليت هاشم. طيب مش موضوعنا، مش موضوعنا، انا طبعا المركز المحلي ميت الليت هاشم عشان في ميت الليت. انا بعرض دلوقتي صورة طفل كمال زي ما حضراتكم شايفين، يعني طفل صغير في عمر الزهور، عنده 12 سنة مظبوط؟ ايوه 12 سنة. الحمد لله رب العالمين ان يعني الموضوع تم على خير، وتم اعادة عضو الذكري الى جسده مرة اخرى. لكن يعني انا برضه عاوز افهم، يعني انا لسه بقول للسادة المشاهدين حتى في المقدمة بتاعتي، اما كلب يعض بني ادم ده شيء عادي مظبوط؟ حضرتك طبعا بيحصل، بيحصل، ممكن كلب يعض بني ادم، ممكن لمغزى حمار يعض بني ادم، حاجات كلها وارده اصلا الزحمه ده. لا حمار يعض بني ادم في منطقه زي كده ويحصل كده، احنا برضو يعني هو حضرتك كان بيجري كان خايف. استاذ احمد الحمار ما بيحددش هو بيعض فين، هو بيعض وخلاص، هو بني ادم، هو ما يعرفش حاجه. يعني اللي حصل ده ولادنا الصغيرين اللي في القرى وفي الارياف وفي النجوع، الولاد الجمال اللي بيبقى في منهم بعد كده دكاتره وظباط ووزراء، وياخدوا بالهم وهم بيلعبوا مع الحيوانات، مع الحمير، مع الكلام دوت. ما حضرتك بقى زحمة ان احنا قرى يعني ارياف وكده، فاحنا كلنا عارفين بعض، فابني بيلعب قدام مثلا بيت ده وبيلعب معنى كده بقى زي اللي حصل كده، مش عاوزين، مش يعني عاوزين، ده مش مقصود او ما نعرفش يعني. مثلا احنا عندنا هنا في البلد في الارياف كلها وكله بيلعب مع بعضه، العيال الاطفال بينزلوا يلعبوا مش زي المدن وكده. تعالى يا حاج، يعني انا تعالى انا شايفك برضو يعني عاوز تقول رساله تحذيريه لاطفالنا، تعالى اتفضل. تعالى، ازيك يا حاج محمد، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. تعالى تعالى جنبي، خلي وشك للكاميرا. نقدر نقول من الحاسه دي نتعلم منها ايه؟ هنخلي بالنا ونحافظ على اولادنا. هو ده بس، ده المطلوب بس. السؤال ده يعني يمكن والدي الولاد كلهم بيلعبوا مع بعض، انا عارف ده، هم نصب الارياف بيلعبوا مع بعض، ودي عيال دي بيلعبوا مع بعض، بالنا من ولادنا الصغيرين بس نحافظوا بس، بس اكتر من كده ما فيش. يعني الولاد القرويين اللي بيلعبوا مع البهائم ومع الكلام ده ما بيلعبوش، ده ما بيلعبوش، ده هم لو مؤاخذه يعني بيلعبوا مع بعضهم حضرتك، فهو فبيزحل عليه زي مثلا ممكن مثلا صعب تفصيلات الحادثه بالظبط برضه حسب خاله اللي كان ماشي معاه. تعالى بس انا عاوز، تعالى انا عاوز اعرف منك بالظبط تحديدا يعني ازاي الموضوع برضه تاني حصل، معلش اصل الموضوع انا بالنسبه لي غريب. هو لو مؤاخذه الطفل لما حلق على الحمار قبله، اما حلق عليه كده جه وقع على ظهره، نام الطفل وقع على ظهره، هو بيجري، نام على ظهره، هو الواد مؤاخذه الحمار بيجري والعيل مقابله بحوش، هو انت عارف بقى الحاجات على ظهره كده قدام البيه، فطبعا جوه موطي ما كانش فيه قدام الا المنطقه. مين اللي موطي؟ الحمار. الحمار جه موطي ببقه، ما كانش فيه قدام الا المنطقه دي، فجه يا دوب لمسه كده. انا كنت انا جاي معدي مظروفه لحقته، يعني على ما قلت له هش وبتاع جري، طبعا مش هسيب الطفل مرمي واجري ورا. طبعا حصل نزيف طبعا، حصل نزيف، بس انا كتمت له كده ولحد. برافو عليك.
كتم فضل ما كتمته ما نزلش دمه خالص. وخدته بقى وخدته ورحت اول ما قابلت الدكتور هشام. دكتور هشام فتحي. اه. خدوا على طول نزلوا العمليات واشتغل شاف شغله يعني. تقولوا ايه كده للدكتور هشام فتحي و شكره بصراحه هو راجل محترم و على فكره والله يا جماعه انا ما اعرفوش يعني مفهوش شخصيا لكن الموضوع معرفته اما يبقى طبيب مصري في مستشفى في يعني في الارياف اللي بينقص حالات زي دي في النادر اللي بينقص حالات زي دي طبعا ما تاكيد شايلين اللي بيعمل العمل ده يعني في دكاتره بيستقبلوا الحالات فين وفين على ما بيبصوا عليهم جميل ينزلوا يستقبلوا عمليه دقيقه زي دي احنا بنسمع عنها مثلا في اوروبا يعني في امريكا في لندن في المانيا يعني الكلام ده اما بنقراه بنسمع عنه بنتقبله لكن نادر جدا اما يعني دكتور مصري بصراحه يعيد الواجب الطب على اعلى مستوى بيوم المهمه دي ويشكر اللي هو عمل كده ونهض ونزل من الطوارئ بالاستقبال على طول شاف شغله. تعال اتفضل تعال اتفضل تعال اتعرف بيه. السلام عليكم. السلام عليكم. رمضان اسماعيل بوك حاج رمضان الله يخليك. احنا بالنسبه لنا في الوقت الحاضر بقى عندنا طب على اعلى مستوى ويعني خلي السيد الرئيس على اعلى مستوى وكلهم ناس محترمين وقاموا بالواجب مع الطفل المستشفى العام هنا في المحل عضو يعني رئيس قسم المسالك البوليه عمل معجزه. عمل معجزه فعلا وربنا يخلينا الاطباء الناس الكويسين دم ويحفظهم يا رب. اما بيكون في حاجه يعني بجد يا جماعه والله يعني حاجه كويسه اما يكون في شيء كده يعني محترم زي اللي دوت عمليه دقيقه يتم اجراءها لطفل صغير وتم انقاذ حياته وانقاذ ركلته انقاذ حاجات كتير جدا جدا كان لازم نيجي ونعرف التفاصيل. الموضوع مش قصه الحمار اللي فصل العضو الذكري عن الطفل كمال ولكن الموضوع يتعدى ويتجاوز ده الى دكاتره مصريين كبار قدروا يقوموا باجراء مثل هذه العمليه الدقيقه جدا. ما زلنا في هذه المهمه الخاصه في المحله الكبرى ابقوا معنا. عاوز اقول لحضراتكم يمكن انا دلوقتي معايا الطفل الجميل فارس. ايه كام سنه فارس؟ 12. ازيك يا فارس؟ يعني عندي الله يسلمك. فارس صاحب كمال الطفل الصغير ابن خالتك. ايه اللي حصل يا فارس؟ كنت معاه؟ ايه انا كنت معانا وعيل كمان ولعبنا وراه ولقينا احنا بنلعب هو طلع بره سابنا ومشي فطلع بره الاحمر جاي جاري فبيحلق عليه قام الحمار قام زقه ببوسه ام عكشه ام احنا خبطناه بالطوبه في دماغه بالحمار الحمار قام واخده وجاري. واخده وجاري؟ لا قام الحمار سايبه قام طالع جاري. بس الحمار عامل فيه ايه بقى؟ هو عضه من حته من بشوطه اللي هو بيعمل من الحمام قام عضه قام سايبه بس احنا ما احنا خبطناه بالطوبه في دماغه قام الحمار سايبه طالع جاري. طب انت اتعلمت ايه من الموقف دوت يا فارس؟ يعني انا رحت ناديت له خلي جاري وقلت له تعالى الحق ولا بيموت هو كان اصلا قاعد يصوت. حصل نزيف جامد دم نزل كتير يعني؟ ايوه. انت من ساعتها خفت يا فارس ويعني يعني هتلعب تاني مع الحيوانات ومع البهايم ومع الكلام ده؟ لا ما انا ما عدتش بلمس حيوانات. صح؟ ايوه. وشفت بقى الدكاتره عملوا ايه انقذوا صاحبك ازاي وقريبك؟ ايوه ما انقذوه. تقول ايه للدكاتره بتوع المستشفى العام بتوع المحله والدكتور هشام فتحي؟ اقول لهم انا اشكركم على اي حاجه واللي انت تطلبوه. اشكرك يا حبيبي. يمكن انا عاوز سته كمان يمكن انا زي ما بعرض لحضراتكم احنا يعني في مكان ريفي جدا جدا قريه ميت الليس هنا في مدينه المحله الكبرى.
هاخد حضراتكم دلوقتي احاول اشوف ستو فين يا جماعه. تعالي يا ماما تعالي. يعني هو كان الولد كان قريب جدا من ستو، فانا حابب برضو اخد منها كلمتين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابو زكي؟ عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انت الحمد لله اطمن. انا عرفت ان هو كان غالي عليكي قوي 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 قوي. بحمد ربنا والله والله بحمد ربنا والله. بقول ربنا الف حمد وشكر له، وبحمد ربنا ان ربنا وقال دكتور دكتور هشام فتحي هشام ربنا يبارك له. دكتور هشام عمل اللازم ويعمل كل حاجه، والف حمد وشكر لله والف حمد وشكر لله. ايه اللي حصل كده الكمال؟ ايه اللي حصل؟ عرفت ان هو الحمار لما عضه خد الحته اللي ببصره، ربنا كرمه هو خيطها له ورجع لطبيعته الحمد لله، وبقى زي الاول واحسن. عارف ان دي عمليه دقيقه جدا. أيوة مش اي حد. ايوه بحمد ربنا بحمد. هو لما لقانا قلقانين وتعبانين عشانه ودخلنا برضو ورهن وقال لنا ابنكم اهوت ما فيهوش اي حاجه، واحمدوا ربنا ان ابنكم رجع لطبيعته بقى خير، وابنكم زي الفل ما فيهوش اي حاجه. وبشكره وبقول له ربنا يبارك لك ويعلي مراكبك ويوصلك كمان وكمان. كمال كان انا عرفت انه كان عزيز عليكي وكان. ايوه حته مني حته مني والله ابن بنتي حته مني الحمد لله، فضل وكرم من ربنا علينا الحمد لله الف حمد وشكر لله. كنت بكلم فارس الف حمد وشكر لله. قريبه فارس ايوه صغير. ايوه كانوا بيلعبوا مع بعض. ايوه وهو هو روحنا ما نخليش بقى اولادنا برضو اولادنا يتعرضوا برضو لل نعملها نصيبنا نصيبنا. نحمد صح. ربنا نحمد ربنا على ناخد حذرنا بعد كده. الحمد لله الحمد لله ربنا الف حمد وشكر لك يا رب. الف مبروك على نجاح. الف حمد وشكر لك يا رب ان ربنا كرمنا بالدكتور ده برضه الحمد لله. دكتور في الف بركه وطمنا عليه وخدنا ورهن وقال لنا ابنكم هو زي الفل وما تقلقوش الحمد لله الحمد لله. ربنا يبارك لكم يا رب. ربنا يبارك يا ماما متشكرين. ربنا يبارك لكم ووصلوا له برضه الرساله دي. قولوا له الف دكتور يا الف الف شكر يا دكتور سته، وبتقول لك الف الف شكر لك. احنا هنروح له دلوقتي يا دكتور. شكرا جزيلا. ماشي ماشي. مشاهدينا هكتفي بهذا القدر. هاكل حضراتكم دلوقتي، هطلع بسرعه على المستشفى العام في مدينه المحله الكبرى. مشتاق جدا ان انا اقابل الدكتور هشام فتحي، وعاوز كمان اقابل الطفل الصغير. لسه في تفصيلات اخرى كتيره جدا جدا، ابقوا معنا. خلونا يعني نعلق على الموضوع بعد ما نخلص مهمتنا الخاصة النهاردة. خلوني دلوقتي اخد حضراتكم ونروح قلب المحلة الكبرى المستشفى العام. هناك كان ليا لقاء مهم جدا جدا مع هذا الدكتور المتميز الموهوب اللي اجرى هذه العملية الدقيقة للطفل الصغير كمال. هروح له هناك ولسه في تفصيلات زي ما قلت لحضراتكم هتكون مهمة كتير. خلونا نشوف هذا الجزء الثاني من هذه المهمة الخاصة، واعود الى حضراتكم مرة اخرى. ابقوا معنا. مشاهدينا يمكن انا جيت دلوقتي الى مدينة المحلة بالتحديد قلب المحلة الكبرى. على يميني مستشفى المحلة العام مستشفى المركزي هنا. يمكن انا واخد حضراتكم معايا واحدة واحدة كده علشان نعيش مع بعض الحدوتة. احنا كنا في الجزء الاول في قرية ميت الليس وعرفنا القصة وعرفنا الموضوع. الجزء ده بقى مهم جدا لان انا حابب ادخل واعرف التفاصيل من ساعة ما الولد دخل وازاي تم اجراء العمليه الجراحيه الدقيقه دي له، وقابل الدكتور هشام زي ما قلت لحضراتكم الدكتور هشام فتحي رئيس قسم المسالك البوليه، وقابل الولد الطفل الصغير كمال اللي عنده 12 سنه. السلام عليكم. السلام يا شباب. تمام يا استاذ احمد. مين ايه؟ تمام الحمد لله يا باشا. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. واخدين ميعاد، احنا مش جايين على غفله على فكره، واخدين ميعاد مع الدكتور هشام فتحي رئيس قسم المسالك. منور يا باشا. ربنا يخليك. حد كان موجود اما الطفل كمال جه؟ الطفل موجود انا وعقود الامن. تعالى. اسمك ايه؟ اسمي مشرف الامن مصطفى الطنطاوي. ازيك يا دارش، اخبارك ايه؟ تمام والله زي الفل. عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله. ايه بقى قول لي كده، اما الطفل جه كان حالته ايه؟ والله الحاله بتاعته كانت اول ما لقينا الام داخله عماله تزعق وبتاع، فقلنا في ايه؟
فالحاجة قالت لنا ايه ده ابني البشر بتاعه مقطوع وبتاع ومش عارف ايه، فخدناه ففرض الامن قام رايح جاب كرسي بتاعه مقطوع فقام فرض الامن قام رايح جاب كرسي قام حطه عليه وقمنا مدخلينه باب الطوارئ. فاتصلنا بالدكتور هشام فتحي بارك الله فيه يعني، لقيناه في ثانية قدامنا، دخل معانا العمليات قام باللازم كلته هو ودكتور التخدير، والحمد لله ما عادش في العمليات يعني زيادة عن ساعة. فرض امن انا مشرف امن مشرف الامن الدكتور هشام فين؟ الدكتور هشام موجود فوق في العمليات. دي مستشفى دي مستشفى المحل العام مستشفى العام فالدكتور هشام فتحي على طول في ثانية لقيناه قدامنا داخل العمليات قام باللازم مع الطفل يعني، فالعاملة فلما جت تنفض هدومه الاول ما لقيناش بشر. السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ السلام عليكم. 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 طيب احنا فجت العاملة هنا تنفض الهدوم لقت حتة من بشرهم في البنطلون، دي كنا بندور عليها ساعتها. كنتوا بتدوروا عليها؟ لانها ما كانتش موجودة. كانتش موجودة خالص. اهلا. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله. انت العامل ايه؟ كله تمام. زي الصحة؟ لا بأس عليك. احنا دايما نتفرج عليك يا استاذ احمد. ربنا يخليك ويخليك يا رب ويبارك لنا فيك. المحل ايه؟ كويسين الحمد لله. كله تمام. بصعب حسك. ربنا يخليك. ربنا يديك الصحة ويديك الصحة يا رب ويبارك. مشاكل جدا. عاوز اقول لحضراتكم يمكن انا بنقل لحضراتكم في التو في اللحظة، يعني احنا مش مرتبين اي شيء. تمام. لا مش موجود والله العظيم، والدنيا كانت زي الفل. دي خطوتك بس، هدي خطوتك. ولقينا حته الجلده بتاعته في البنطلون لان كنا ساعتها بندور. السلام عليكم. تعالي يا ماما. تعالي. ازيك؟ الصح. عامله ايه؟ نور المحله كلها. مبارك ايه؟ الحمد لله يا باشا. كله تمام؟ المحل الحمد لله. ربنا يخليك. ربنا يبارك. كل سنه وحضرتك طيب. طيب. الحمد لله. ماسكه ايه انا بقى؟ انا ماسكه الحضان. حضان؟ عامله في الحضان. القصه بتاعت كمال الطفل اللي جه هنا و معرفش والله. الحضانه بعيده شويه الموضوع ده. ربنا يبارك عندكم المستشفى ما شاء الله يعني. ما شاء الله بصراحه محترمه جميله. الدكاتره هنا ممتازه جدا الحمد لله. والله شايفين شغلهم. نطمن حضراتكم بقى، مش كل مره نفضل ننكد عليكم بقى من المهام الخاصه وال عايز اشوف برضه الدور ده. لا انا جاي في مهمه خاصه محدده. بشكرك. شرفتنا يا باشا. شكرا. نعم زحمتك كلها حلوه يا باشا. ربنا يخليك. نورنا المحل والله. وايه العسل ده؟ ازاي؟ الله يسلمك. اسمك ايه؟ محمد. ازيك يا محمد؟ الله يسلمك. المحله؟ لا من نسبة شكار. طيب احسن ناس. نعم؟ يوم الحد الساعة 8:30 ان شاء الله. قالت مصر البلد الفضائية 8:30. الله يخليك. مشرف الامن. ده اسمك ايه تاني؟ مصطفى الطنطاوي. ما تقدرش احنا قاعدين طلعنا كتير قوي. معلش بقى هنعمل ايه؟ طيب. قسم جراحة المسالك البولية. المسالك البولية والتناسلية والمناظير وامراض الذكورة والعقم. طيب يا دكتور هشام جوه؟ موجود ان شاء الله. طيب يا ريت كده زملائي عمرو ومحمد شلبي. السلام عليكم. فين الدكتور بقى هشام فتحي؟ ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ زي حضرتك المحل. اهلا بيك. عامل ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام باذن الله. السلام عليكم. ازي صح؟ الحمد لله. تعرف بيك؟ وائل المنوف يا فندم. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ الله يخليك. عاوز اقول لحضراتكم يعني يمكن انا جيت مخصوص طبعا عشان اقابل دكتور هشام فتحي رئيس قسم المسالك البوليه هنا بمستشفى المحل العام، وانا مش عارف بصراحه اقول لك ايه. عمليه جراحيه دقيقه، قدرت تنقذ الطفل. يمكن انا قلت في الجزء الاول من مهمتنا الخاصه ان لو الكلام دوت شفناه في امريكا، في لندن، في المانيا، في اي مكان في العالم مش هنستغرب، لكن في مصر وتعمل حاجه زي كده وتعيد العضو الذكري للطفل الصغير اللي عنده 12 سنه وفي وقت قياسي وتنقذه وتنقذ حياته كل ولا انا بجد. لا والله انا ما قد الكلام ده، ده ربنا. انا ما بعملش اي حاجه. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. ما عملتش اي حاجه. انا كل ربنا اداني حاجات كده. كان مهمتنا الاول ان احنا ننقذ حياه الطفل. الطفل جاي بركه دم مفتوحه. بركه دم مفتوحه. دم طبعا. وهو الطفل كل اللي فيه قد ايه دم؟ 2 لتر.
على مجالنا اقول فقد نص لتر نص لتر مثلا انه ساعة طبعا فاضل قد ايه كان امنا اهم حاجة نوقف النزيف اهم حاجة معلش انا غيت طبعا يعني دكتور على غفلة ولكن انا برضو حابب اعرف من حضرتك يا دكتور التفاصيل يعني انا الموضوع ده السبت الساعة 10 الصبح في العيادة الخارجية خاله جاي شايله يجري بيه لدرجة انه كان تقريبا بهدوم البيت على سير الكشف في العياده الخارجيه في الدور الرابع هناك الطفل في نص دريان بالدنيا بطنه غرقانه دم كلها واضح ان في نزيف جديد ايه يا عم اللي حصل قال لي حصل كذا كذا رحت شايلينه ونازلين بيه عمليات الطوارئ على طول دخلنا بيه عمليات الطوارئ الحمد لله دكتور البنك كانت فاضيه وترابيزه العمليات كانت فاضيه نمناها على طول ما استنيناش تذكره الحمد لله ما استنيناش اي اجراءات روتينيه ولا خد رقم ولا روح اختم التذكره ولا روح لدرجة ان ادوية التخدير اللي كانت بتتصرف كل ما حد يقول فين التذكرة يا جماعة اقول لهم على مسؤوليتي اقسم بالله يا استاذ احمد لو كان الواد ده جرى له حاجة بعد الشر يعني انا كنت هبات في النيابة لان انا خالفت كل الاغراض والاعراف اللي هي متاخدة في المستشفى فالحمد لله كان في مشكلة بقى كمان احنا عايزين نطمن ان مفيهوش اصابات تانية ممكن يبقى في اصابة في راسه بطنه نزيف داخلي اي حاجة مفيش وقفنا النزيف اللي طالع من العضو الذكري نتيجة قطعه وخلاص طب هعمل ايه بقى بعد كده هقفل على كده ويبقى الموضوع مفيش فوجئت بالعامله اللي هي خدت هدوم الولد علشان خاطر اللي كانت مليانه دم وكده عشان نلبسه بقى هدوم العمليات وكده جايبه لي الايه الحته المقطوعه اللي في حصل فيها بتر نتيجه العض الحته المقطوعه من عضو الذكري اللي هي الحته القدامانيه نعم كان لونها اسود وكده غسلناها بمحاليل معينه وحاولنا كده لقيت في لسه فيها الحياه لسه احمرت فاصلة عن الجسد تماما فاصلة تماما هي جاية في رجل البنطلون في رجل البنطلون وكان بقى لها اقل من نص ساعة في حدود نص ساعة من ساعة العضة بالظبط هو الحمار عضها كده ونطرها جه بعد كده بعد ما كده طمعت بقى ان ايه طب ما نرجع له الوضع طبيعي ونشوف ما انا ما قداميش حل تاني بدل ما اقفل على ان مفيش لا اقفل على ان فيه ربنا كرم ماشي ربنا طبيا يجوز يا دكتور يجوز في الحته دي بالذات يجوز طالما الوقت ما عداش وقت طويل طالما ما اسودتش او اسودت واحمرت يبقى لسه في منها امل طب ارميها ما يمكن تنفع والحته دي غاليه جدا بعد كده يعني لن تكرر طبعا فوصلتها الحمد لله احمرت ادينا له فرصته ربنا بقى امر بالخير وانها وصلت احنا النهارده خامس يوم النهارده خامس يوم لو ما كانتش هتلم كان زمانها وقعت من اول يوم الحمد لله هي لغايه دلوقتي عماله تلعب معنا حتت منها تاخد لون وبعدين ترجع تاني بس في جميع الاحوال احنا في انجاز اولا الطفل عاش الحمد لله اتلحق عنده عضو هيعرف يتجوز هيعرف يتبول طبيعي هيعرف يمارس حياته طبيعي هو ده اللي كنت لسه هسالك عليه يقدر ان هو يمارس حياته ان هو يتزوج ان هو هيقدر يتزوج بس الحته الاخرانيه دي سواء نفعت او ما نفعتش هيبقى الاحساس فيها ضعيف لان الاعصاب طبعا ما دام اتقطعت لا يمكن ترجع للحياه تاني بس انجاز وكل المقاييس والله ما هو انجاز والله انجاز والله ما هو انجاز ده انا يعني مش عايز اقول حقيقي والله العظيم والله من كل قلبي بامان الله يا جماعه يعني انا ما اعرفوش شخصيا والله وانا قلت لحضراتكم كده وانا في القريه قريه الطفل قريه ميت الليس انا ما اعرفوش اول مره اشوف الدكتور هشام لكن كل التحيه كل الشكر كل التقدير زي ما بنشوف حاجه وننقدها وزي ما بنشوف سلبياتها وبنقف عندها لا احنا شفنا انجاز النهارده من مستشفى المحل العام بصراحه ودي رساله للدكتوره هاله زايد وزيره الصحه يا دكتوره انت عندك دكتور عظيم بجد دكتور على قدر كبير جدا 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 من الاتقان في عمله من الالمام بفنون عمله دكتور ما رعاش روتين ما رعاش البطء ما رعاش البيروقراطية اتصرف كمواطن مصري بيحب البلد خايف على اطفال البلد على شعب مصر قدر يبادر على الفور بانقاذ الطفل من الموت لدرجة انه نفسه بيسجل معايا بيقول لي انا كان ممكن اتحمل مسؤولية كبيرة جدا جدا كل التحية لوزارة الصحة للدكتورة هالة كل التحية لحضرتك بجد لانك عملت انجاز حضرتك حاجة بقى كمان والله عشانك وعشان اعرض النموذج المشرف ده لمصر كلها احنا شغلنا استاذ احمد فني بمعنى تخيل كده انا بعمل العملية دي مثلا وعندنا لجنة تفتيش على الدفتر مثلا عشان يشوفوا مين بيمضي انصراف هل ينفع اسيب العمليه واروح امضي انصراف احنا شغلنا حضرتك فني لازم الناس تاخد بالها من الكلام ده طبعا ثانيا انا عندي ولد ابني الصغير في نفس سن الطفل ده في ابتدائيه برضه 12 سنه تخيلت ان والله انا لا انا دايما بقلب في اي مشكله انا بقع فيها انا بقلب يعني بحط نفسي مكان اللي قدامي هو الطفل لا يملك من حياته اي شيء هو جالنا طالما جالنا هو بقى عندنا احنا المسؤولين عنه
خلاص بقى في مسؤوليتي. بقى في مسؤوليتي. حكايه بقى تذكره، حكايه دم، حكايه امكانيات، هو ملوش فيه، هو مش ذنبه انه اتولد في هذه البلد، بالعكس ده شرف له انه اتولد في هذه البلد، وشرف لينا ان احنا بنعالجه، مش 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 زي ما حضرتك متخيل. واحنا مش احنا اللي بنعالج، ده ربنا، احنا ما احنا نعم بالله. الا سبب نعم. ما احنا الا سبب. بحييك مره اخرى، ويمكن هستاذنك ان يعني لو حضرتك بس يعني يبقى معاك نرافق حضرتك ونروح لي. نشوف كمال التفاصيل. شرف لي. شرف لينا. اتفضل يا فندم، ابقوا معانا. هاخد حضراتكم دلوقتي، هنروح مع الدكتور هشام فتحي، نروح نزور كمال الطفل الصغير في غرفته، نطمن عليه، نقابل والدته ونشوف حالته بقت ايه دلوقتي. ابقوا معنا. اتفضل يا دكتور. اتفضل. الدور ده ولا لا؟ الدور اللي فوقنا على طول. تمام. الدور اللي فوق يا دكتور، دور انا مقعده في اوضه لوحده والله، ومراعي من يوم ما هو عمل العمليه. اهله غلابه قوي. الاهل ناس طيبين من شعبنا، ما لا يملكوا من امرهم شيء، لا يملكوا من امرهم شيء، فبالتالي هم فاعلين مش عادي. انا والله العظيم فاهر ومبسوط جدا جدا، مصر محتاجه تشوف النماذج دي والله والله يا جماعه، يعني بجد محتاجين نشوف النماذج المشرفه دي. ف اهله فعلا انا شفتهم وكلمت معاهم، ست وخلان وغلاب. هو في الاوضه اللي في الوش دي على طول. تمام. ده المنوره دي. قعدوا في اوضه لوحده. كل الحاجات اللي هنا دي يا استاذ احمد امكانيات ذاتيه، تبرعات من اصحاب المصانع بتوع المحل. والله ما بنغرم وزاره الصحه اي حاجه خالص. اتفضل. السلام عليكم. دماغه بالخير. ايه ده انت لحقتي جيتي؟ انا كنا معاكي في الجزء الاول. ازيك يا حاج؟ دكتور هشام فتحي. انا جاي عشان اتصور معاه. واشكره. تعالي اشكريه. شكر لله يا حاج. شكر لله. والله العظيم انا بدعي لك. لا وانا بالله بندعي لك كلنا. بالله بندعي لك. والله العظيم وانا جايه في الطريق اقول يا رب وقفنا في ابن الحلال ورقفنا ربنا، وفعلا اولاد حلال. كتر خيرك. ربنا يكرمك ويبارك لك يا دكتور. مش قد الكلام ده. يكرمك ويكبر من امثالك. يا رب والله العظيم يكبرك كمان وكمان. عمل انجاز الدكتور هشام. ابو الدماغ بقى. الله يخليك يا حاج. ربنا يبارك لك ويطول عمرك. البوسه دي غاليه قوي. ربنا يطول عمرك يا رب. ربنا يطول عمرك. فين بقى؟ فين كمان؟ والله بندعي لك. كمان فين؟ اهلا اهلا. يا كيمو جبت لها من اخر الدنيا. يا كيمو ازيك حبيبي؟ الحمد لله على سلامتك. ايه العسل ده؟ ايه القمر ده؟ استاذنك بس الصوت بس بعد اذن حضرتك لو سمحت. الصوت بس بعد اذنك. ايه القمر ده؟ شفت بقى اللي حصل بقى، علشان قاعدين نيجي كده ونحاول نوقف الحمار اللعين ده. انت عامل ايه يا حبيبي؟ حلو الحمد لله. الحمد لله. تعالى يا دكتور بعد اذن حضرتك، تعالى جنبي كده. انت عارف ان الدكتور هشام عمل عمليه كبيره جدا جدا. اصحاب. ازيك يا كمال؟ ازيك يا حبيبي؟ تقول ايه للدكتور هشام؟ الف شكر للدكتور. يا حبيبي شكر لله. يقول لك اكلت ايه النهارده؟ اكلت لحم. كويس. عايزينك تاكل كويس عشان تقوم بسرعه وتروح الامتحان. امتحانك عشان انت ممكن تذاكر هنا عادي. والله يذاكر. سنه كام؟ سنه ستة ابتدائي. شهاده. الدكتور قال انك ممكن تذاكر هنا. يا كيمو بس ابعد عن الحمير. بلاش الكلام ده. شعب الحمير واضح انهم بيحبوك. بس برجع وبقول تاني ان غرضنا من حلقتنا النهارده هو ابراز هذه الحادثه النادره، لكن مش ده الاساس. الاساس هو الاشاده، هو الاشاده بدكتور كبير، دكتور في الاقاليم، في المحله الكبرى، في مستشفى المحله العام. لكن مع انا زي ما قلت لحضراتكم ما اعرفوش، لكن معلش يعني ما فيش زيه في مصر كلها. على انا شفته وعرفته انه اعاد العضو الذكري الى هذا الطفل الصغير ابننا اللي عنده 12 سنه. ده انجاز.
انجاز كبير كمان. وانا عارف انا بقول ايه، انا بسمع عن الكلام ده بره مصر، لكن جوه مصر يحصل هنا في المحله ده كان لازم يكون لينا في مهمه خاصه. كيمو انت مش عاوز اي حاجه؟ عاوز تقول للدكتور اي حاجه؟ الف شكر. وانت دلوقتي حاسس انك مستريح؟ بجد الله حي. الحمد لله. ايه الحمد لله غير الاول؟ حاسس انك كده يعني صحتك بقت كويسه؟ ايه الحمد لله. الحمد لله حبيبي، ربنا يا رب يقومك بالسلامة. تقول للأطفال الصغيرين إيه بقى اللي قدك كده؟ بص لهم بقى كده أهو، تقول لهم إيه بقى الدرس اللي أنت اتعلمته من الموضوع ده إيه؟ إنك أنت إن ينفعوا بقى يلعبوا مع الحيوانات ويقعد يحجز على البهايم والكلام ده، وزي ما الدكتور كده بيقول بيعكسوه. ها؟ ولا ناخد بالنا؟ غريبة يا أستاذ القمر، بطبيعته حيوان طيب. يعني في حيوانات والله ده اللي خلاني اجي يعني الكلب ماشي، خروف ماشي، كنت معايا في القريه انا قايل الكلام ده. انما احنا عارفين ان الحمار ده مهما يعمل يعني حمال اسيه، يعني عمره ما يأذي طفل، في استكانه دايما، في استكانه وبيستحمل، يعني حتى لو حد ضربه ما بيعملش حاجه، عكس مثلا في حاجات ترفص تعض تجري تنطح كده. انا لغايه دلوقتي مش عارف الموضوع. هل ايه الحكايه؟ مش عارف ايه الحكايه. بشكرك. شكرا. طيب فين والدته بقى؟ والدته فين؟ زيك سلم عادي يا ريس، لو تقفي بس كده عشان نبقى في طول بعض. تعالى يا دكتور جنبي يا دكتور، تعالى يا دكتور. ايه بقى وليد؟ شكرا للدكتور، بشكره. اطمنتي خلاص على الحمد لله، الف شكر يا رب عليك. دكتور كويس، دكتور عمل انجاز كبير، وكمان بيقول انه ممكن يذاكر هنا ويمارس حياته عادي. ماشي، ربنا يصلح حاله يا رب ويعلم. انت موجود ولا لا؟ في الشغل. في الشغل، ربنا يعين. طيب في حد من الممرضات كان اشترك يا دكتور مع حضرتك؟ هي نجاح ذات اتفضل. من ساعه العمليه. ازيك يا نجاح؟ الله يسلمك. العمليه دي اتوقف عليها بعد العمليه، مهم جدا زي العمليه، مهم جدا تقييم الجو، ما يبقاش جنبه عيان عامل عمليه مثلا زي ده، او فاتح خراج او حاجه هيبوظ لنا. فمن ساعتها رحت مدخله اوضه لوحده زي ما حضرتك شايف، بعيد عن اي قلق او عيان جاي مضروب سكينه او تلوث او اي حاجه. ده ياثر عليه طبعا، هيبوظ العمليه كلها. معقوله؟ اي تلوث الحته دي كان هيجيها ميكروب كانت هتقع. يا نهار ابيض. والله علاجه لازم بالساعة وبالدقيقة، وزي ما انت شايف مفيش دبانة في الأوضة، مفيش ورقة على الأرض، مفيش أي سر نجاح العملية دي، النظافة التامة بعد العملية. عشان دخلنا الأوضة دي برضو على مسؤوليتي. ده كل حاجة على مسؤوليتي. لأن فعلا حالات الطوارئ والحوادث لها مكان تاني غير هنا. دكتور جمال اللي وصل. دكتور جمال. هو بصراحة ما تأخرش عننا في حاجة. برضو دكتور جمال مساء الخير. اهلا وسهلا، تعالى جنبي يا دكتور. اهلا وسهلا. دكتور جمال ايه يا فندم؟ جمال شادي. دكتور جمال شادي. ايوه، دكتور جمال شادي مدير عام مستشفى العام هنا بالمحله الكبرى. طبعا احنا بنحييك، وانا يعني قلت في الدكتور كلام كتير، اجراء عمليه دقيقه بهذا الشكل بهذه الدقة، وإنقاذ طفل صغير عنده 12 سنة وإعادة عضو ذكري مرة أخرى إلى جسده، فده إنجاز بكل المقاييس. يمكن بنشوفه في أوروبا، لكن في مصر كان موضوع نادر شوية. فإحنا جايين النهاردة عشان كده، وأنا بحييك بصراحة يا دكتور. الله يخليك، شكرا جزيلا، شرفتونا في مستشفى المحلة. وإذا كان في حد ياخد تحية بقى للدكتور هشام، لأن هو اللي بذل المجهود، هو اللي قابل عيان، هو اللي عمل معاه كل حاجة. إحنا بس بندعم وبنجهز المكان والامكانيات، بحس ان هو ان كل الناس في المستشفى تشتغل باريحيه وتطلع نتائج كويسه ان شاء الله. انا بحيي حضرتك. شكرا. نجاح، انا عرفت ان عملتي كمان دور يعني كويس جدا. هو دكتور هشام كلمني يوميها، قال لي انزلي بسرعه، المريض ده سليم من العمليات، المفروض ما يجيش هنا الاول، بيروح على قسم الطوارئ، وطلعه مسؤوليته عشان المكان هنا نظيف في الاوضه، فقال لازم يقعد في مكان لوحده ما يتخلطش باي عيانين تانيين. فاستلمته بقى من يوميها، قرر له العلاج، اديته له، وكل يوم بيمر عليه ما شاء الله، والحاله بتتحسن الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. علاجه وبنعمل كل الشغل معاه. انا بشكرك. الله يخليك. الف لا باس على ابني. الله يسلمك يا دكتور. شكرا جزيلا دكتور هشام فتحي، رئيس قسم المسالك البوليه مستشفى المحله العام. شكرا جزيلا. نورتنا في المحله. دكتور جمال شادي مدير عام مستشفى المحله العام، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا يا نجاح. يخليك. شكرا يعني لكل العاملين بصراحه بمستشفى العام هنا بالمحله الكبرى. وكيمو بشكرك، وتعبتنا قوي يا كيمو، خد بالك بقى.
ومرة أخرى بصراحة كل التحية لوزارة الصحة، كل التحية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة. شيء جميل، شيء راقي، شيء بصراحة يدعو إلى التفاؤل، يدعو إلى الأمل، يدعو إلى الإحساس بالوطنية والانتماء والولاء، وقد إيه عندنا دكاترة عظام، قد إيه عندنا مديرين على قدر كبير جدا جدا من الدقة، من المتابعة، من التوجيهات. لأن أكيد دكتور هشام فتحي لو ما كانش هو واثق تماما ان مدير عام المستشفى مأيده، ان مدير عام المستشفى مؤمن تماما باللي هو بيعمله، ما كانش هيعمله. خدوا بالكم، المدير سلطة اشرافية مهمة جدا جدا جدا، وكل الطاقم اللي تحته من الدكاترة والممرضات والممرضين والامن وكل اللي في المستشفى، طالما استشعروا ان القيادة قيادة حكيمة، قيادة بتراعي ربنا، قيادة بتعرف كويس قوي هي بتعمل ايه وتنفذ التوجيهات ازاي، كلهم هيكونوا على نفس هذا المستوى. محتاجين نشوف دكتور هشام فتحي تاني وتالت ورابع وخامس، محتاجين نشوف دكتور جمال شادي تاني وتالت ورابع وخامس. الحمد لله رب العالمين العملية تم اغراءها بنجاح، وجينا عشان نوضح لحضراتكم كل التفاصيل. اتمنى اكون عرضت لحضراتكم مهمة خاصة جامعة مانعة عرضت فيها كل التفصيلات. دلوقتي هاخد حضراتكم وارجع مرة اخرى استوديو الهواء، ابقوا معنا. صراحة دكتور محترم، انا زي ما قلت لحضراتكم وبعيدها تاني، فيش اي علاقة شخصية بيني وبينه، لكن مش كل مرة بقى هنكد عليكم، يعني مش كل مرة افضل انكد عليكم واعرض لحضراتكم مهام خاصة فيها حوادث وفيها دم وفيها قتل وفيها الكلام ده. خلونا يعني النهاردة نشيد بشيء عظيم زي ده، بجد شيء عظيم وشيء مبهر وشيء يدعو الى التفاؤل والى الثقة والى الانتماء والى الولاء والى الاحساس قد ايه مصر فيها شخصيات كتير جدا جدا وطنية بتحب البلد دي بجد. يعني احنا بنشوف في الصحافة، بنشوف في الاعلام وفي السوشيال ميديا حاجات تثير الاشمئزاز بجد. انا بكلم معاكم بمنتهى الامانة، بنشوف يعني فنان بيغني وهو مش لابس هدوم، يعني وصلنا الى هذه الدرجة من الاسفاف، من الاستهتار، من التلاعب بمشاعر المصريين، ونلاقي كتير بيتكلموا عن الموضوع ده. وحاجه زي كده زي اللي انا عرضتها لحضراتكم محدش يعرف عنها حاجه. يمكن انا رحت النهارده بقولها تاني مش عشان الموضوع غريب وعجيب وفيه انفراديه وبس، لا، علشان كمان اشيد بدكتور عظيم زي ده. العظمه لله طبعا سبحانه وتعالى، ولكن دكتور متميز موهوب، يا ريت يبقى فيه منه كتير. تلاقوا حاجة زي كده محدش بيتكلم عنها، ما نقراهاش في الصحف، لا تتصدر عناوين الأخبار، ما نشوفهاش. عشان كده أنا عن نفسي كأحمد رجب كمهمة خاصة، لا، سافرت المحلة، وما بقولش يعني إن أنا عملت حاجة عظيمة أو حاجة كبيرة، بس خدت فريق عملي وسافرت ورحت علشان أعرض الشيء الإيجابي ده، عشان نوضح قد إيه عندنا دكاترة في الأقاليم يا جماعة، في الفلاحين اللي هم يعني قرايبنا وحبايبنا وناسنا وأصلنا، بيضاهوا كبار الأطباء كل دول العالم المتقدمة جدا في الطب. شيء زي ده كان لازم نبينه ونوضحه ونكشفه ونعرضه لحضراتكم. أنا بصراحة يعني خلوني أشكر صديقي الحبيب معد هذه الحلقة الأستاذ تامر أبو زيد ابن المحلة، وأيضا صديقي الحبيب أستاذ وائل المنوفي
بصراحة يعني عملوا شغل جامد جدا، وبشكر أيضا يعني أستاذ تامر على الاستضافة وحسن الاستقبال والكرم، ويعني دي عادة أهل المحلة. يمكن كمان اليوم بصراحة كان جميل، وكان الواحد مبسوط جدا والله يا جماعة. قابلت هناك يعني أصدقاء ليا كان بقالي كتير جدا جدا ما شفتهمش، سيادة المقدم محمود أبو المكارم الضابط بمباحث مرور المحلة، وسيادة المقدم فادي ملاك، أصدقاء أعزاء جدا على القلب. ولما رجعت بقى عديت على طنطا وقابلت حبيبي وتوأم روحي وصديقي محمد أنور، الدكتور محمد أنور، وكان يوم كله بصراحة يعني ممتلئ بالبهجة والسعادة والإحساس قد إيه في ناس كويسين، قد إيه في ناس بتحب البلد، قد إيه في ناس بتحب يعني تراب مصر. الولد ده كان ممكن إن هو حتى لو عاش يا جماعة كان ممكن يفقد كرامته، يفقد رجولته، يفقد إحساسه بذاته. قد إيه الدكتور ده عمل إنجاز كبير جدا جدا. تاني بقولها تاني دكتورة هالة، يعني حضرتك يعني وزيرة على خلق وبتهتمي جدا 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 بالشأن الصحي والطبي، وعملتي طفرة كبيرة جدا في وزارة الصحة، كرموا الدكتور ده بجد، علشان يبقى ده دافع لكل طبيب ان هو طبعا كل الشكر لكل اطباء مصر، بس في اطباء ممكن يعني ترهبهم شوية النواحي البيروقراطية او الروتينية او الكلام ده، الدكتور ده خالف كل حاجة زي ما هو قال علشان ينقذ حياة طفل. ما قالش لا والنبي ادفعوا المبلغ الفلاني تحت الحساب زي ما بنسمع وبنشوف، ما قالش لا لازم نقطع الاول تذكرة علشان مش عارف ايه، ما قالش يعني كان ممكن يجي تفتيش من الوزارة في اي وقت ويحاسبه، لكن هو تجاوز كل هذه المنعطفات علشان ينقذ الطفل الصغير اللي اسمه كمال، فكل التحية له. خلونا ناخد معنا مين؟ استاذ محمد عبد السلام من المحلة. استاذ محمد مساء الخير واهلا بيك. استاذ محمد عبد السلام، طيب يبدو ان الاتصال قد انقطع. فزي ما بقول لحضراتكم في حاجات كتير جدا بتحتاج مننا ان احنا نزيح عنها الستار، ان احنا نوضحها ونبينها ونكشفها. الموضوع النهارده مش قصه الحمار اللي عدى طفل، انا طفل صغير، انا يعني الحلقه انا مش بختزلها في الموضوع ده، اللي يشوفها بالشكل ده يبقى غلطان، خدوا بالكم. الموضوع يتجاوز ده ويروح فين؟ يروح للمستشفى، مستشفى المحله العام، يروح للمستشفى التحفه اللي انا شفتها، مستشفى بجد على قدر كبير جدا جدا من الاهتمام، فيها حضانة يمكن انا شفته محضراتكم، طلعته وشفته ودخلته، وحتى حملة الميت مليون صحة هناك على قدر كبير جدا جدا من الحرفية والاهتمام. ونرجع تاني ونقول الحمد لله ان الطفل عاش، الحمد لله ان الدكتور هشام فتحي انقذ حياته. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قبل اي حد. معنا الاستاذ محمد عبد السلام. يا استاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا استاذ محمد. اهلا وسهلا. ايوه يا فندم، اتفضل. عندنا مشكله كده عايزين نناقش بقى حضرتك والساده المسؤولين، مشكله صعبه علينا قوي يا فندم. اتفضل. حضرتك منين يا استاذ محمد؟ حضرتك منين؟ انا من مركز ومدينه المحله الكبرى، من المحله، من قريه كفر حجازي المحله الكبرى. طب تمام، ما اعرفش ايه حكايتنا مع المحله. اتفضل يا استاذ محمد. يا فندم انا بنتي خرجت ان شاء الله يوم الاثنين 25/3. مين يا فندم اللي خرجت؟ بنتي وفاء محمد عبد السلام مصطفى. بنت حضرتك، تمام. خرجت في طريقها لمعهدها بمدينة طنطا مع تمريض خاص. نعم. وصلت مدينة طنطا أدى الشعائر صلاة الظهر في مسجد السيد البدوي. نعم. رصدتها كاميرات الشارع المقابل للمسجد وداخل المسجد، وخرجت من المسجد الساعة 2 متوجهة لمعادها. يعني بنت حضرتك دخلت يعني تصلي فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى في مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا. ايوه يا فندم. خرجت بقى وبعدين ما جاتش يعني لحضرتك تاني؟ لا هي راحت هي ما جاتش، بس هي راحت المعهد ورصدتها كاميرا المعهد الساعة 2:18. معهد ايه يا فندم؟ معهد رايه وابن سينا للتمريض الخاص بمدينه طنطا. نعم. يعني هي من المحله وشغلها في مدينه طنطا في المعهد ده. هي بتدرس يا فندم مش بتشتغل. بتدرس، تمام. ايوه يا فندم، ومن وقتنا هذا ما ظهرتش الى الان،
وبلغنا ان في كانت موجوده بنت قاعده معاها في الجنينه بتاعه المعهد. لا انا هقف هنا، يا استاذ محمد. يعني هي من يوم 24 3 او من يوم 25/3 اختفت وما جاتش لحضرتك لغايه دلوقتي؟ ما جاتش يا فندم، وهي متزوجه. نعم. طب مشكله كبيره. طب ما يمكن تكون راحت لحد من قرايبها، يمكن تكون يعني ما سالتوش عليها. ده احنا لفينا الدنيا كلها يا فندم، ورحنا بلغنا في اسم مركز شرطه المحله. طب نرجع تاني. حضرتك قلت لي ان كان في واحده، وانا قطعت يعني الكلام، انا بعتذر حضرتك. حضرتك قلت كان في واحده صاحبتها باين معاها او حاجه زي كده. ايوه يا فندم، قاعده في المعهد في الجنينه، فقالوا ان في بنت موجوده. نعم. والبنت دي من يوم من الفتره دي ما راحتش المعهد، وقافله تليفونها ان احنا نتواصل معاها ومش عارفين نوصل لها. نعم. بنقول ربما ان هي تكون البنت دي استدرجت بنتي، او هي السبب وراء اختفائها، او عارفه حاجه عن اختفائها. طيب عملت محضر، في الشرطه؟ ايوه يا فندم، عملنا محضر في مركز شرطه مدينه المحله برقم. نعم. 4191. 4191 اداري طبعا. ايوه يا فندم، قدام. نعم. عمر بيه ابو بكر. تمام. ورحت البحث الجنائي، عملنا مذكره بالكلام ده. طيب. والى الان مفيش خبر يطمننا على غياب بنتنا او السبب عنه، واحنا في حاله لا يرثى لها. طيب انا قلبي معاك طبعا، وانا انا عارف طبعا يعني حضرتك اب طبعا، وبنتك خرجت من يوم 25/3 يعني متزوجه، يعني فيها عيلتين، بل يكون بلدين اتنين بالكامل، في حاله صعبه جدا، لان البنت ما شاء الله يشهد لها الجميع بالالتزام الديني والاخلاقي. طيب انا بوعدك، انا هكلف مراسلنا ومعد برنامج مهم خاصه الاستاذ تامر ابو زيد، هو يعني ابن المحله الكبرى، هكلفه، ويمكن انا بكلفه دلوقتي على الهواء بالاتصال بحضرتك ومتابعه هذا الامر معاك، ولو يعني الموضوع استدعى ان احنا نيجي ونصور ونناقش الموضوع من كل جوانبه ونعرف ايه الموضوع، هنيجي وهنصور مع حضرتك وهنتتبع خط سير بنت حضرتك من ساعه ما نزلت من البيت لغايه ما اختفت، وهنحاول ان احنا نوصل لحل مطمئن ان شاء الله، وان شاء الله اكون بخير يا استاذ محمد. طمن. الله يخليك يا فندم، انا بناشد الساده المسؤولين من خلال برنامج حضرتك المحترم جدا جدا جدا، الله اللي بيبحث عن الحقيقه وراحه المواطنين، اني عرفني فين بنتي وفاء محمد عبد السلام مصطفى، ويدلنا عليها ويكون سبب في رجوعها ان شاء الله. حاضر. واحنا كمان بنضم صوتنا لصوت حضرتك، ومناشدتك طبعا مهمه جدا، واحنا مش هنسيب الموضوع ده، انا بوعدك ان شاء الله استاذ تامر هيتابع معاك، وان شاء الله نوصل لحل باذن الله. طمن. بشكرك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. شيء غريب طبعا يعني، اما يعني هي شابه يعني على وفقا لكلامه كده، هي مش صغيره، واضح كمان ان يعني مخها سليم، مفيش عندها يعني حالة من حالات العته أو السفه أو الجنون أو ما شابه ذلك، يعني لأن أكترية المختفين أو المفقودين بيكون عندهم يعني حاجة من الحاجات ديت، فواضح إنها نزلت وراح، بدليل إنها دخلت صلت في مسجد السيد البدوي، وبعد كده راحت هي طالبة في المعهد هناك في طنطا. معنا مين؟ استاذ محمد عبد الفتاح من الدقهليه. يا استاذ محمد. استاذ احمد. السلام عليكم يا استاذ محمد، اهلا وسهلا. معك محمد فتاح من قريه السلام، مركز مدينه النصر الاهليه. يا اهلا وسهلا، احسن ناس. ربنا يبارك لي فيك ويطول لي في عمرك الف عام. ربنا يخليك حبيبي. برنامجك محترم جدا واشكرك جدا، وربنا يطول عمر الدكتور اللي هي بني ادم خلاه يعيش حياته حياة كريمة، ما تبقاش نفسه مكسورة. الدكتور هشام، الدكتور هشام فتحي، في صحته وعافيته وكتر من امثاله، ويبارك له في عياله وماله يا رب، وفي صحته وفي شر طريقه، لان هي انسان والله العظيم. استاذ احمد الهلالي، يعني البرنامج بتاعك ده يعني عند ربنا يجعله في ميزان حسناته، وربنا يخليك وطول عمرك في برنامج بتاعك المحترم ده والله، واشكرك جدا على هذا التوضيح في هذه العمليه الطيبه ديت، والدكتور ده
ربنا يبارك فيه ويكفي شر طريقه ويبارك له في ماله وعياله وكتر من امثاله. في سؤال يا استاذ احمد. اتفضل. مستشفى مينية النصر، مركز مينية النصر، المستشفى العام بتاع مينية النصر. نعم. التامين الصحي، انا راجع على المعاش وعندي 65 سنه. ربنا يديك الصحه يا رب. بتاعنا ده ما بروح اجيب العلاج يا استاذ احمد، اخر استهتار بالنسبه للناس الكبيره سنا الدكتور بتاع ما بيجيش الا الساعه 2 او 3 العصر. ده الدكتور بتاع التامين الصحي، اخر بهدله دكتور التامين الصحي. زل زل يا استاذ احمد زل، بلاش البرنامج بتاعك دون في مستشفى مينية النصر ده اهليه للتامين الصحي الناس الكبار سنا، واشكرك. حاضر. جدا. حاضر. انا اللي بشكرك شكرا جزيلا. يعني ما بنحبش نشوف بقى يعني الصوره القاتمه ديت والنماذج السلبيه دي. يعني النهارده اعتقد احنا مبسوطين وحاسين بسعاده لما شفنا نموذج محترم زي الدكتور هشام وشفنا اللي حصل دوت، اما نلاقي بقى يعني سلبيات في مستشفى تانية ودكتور يعني بتاع التامين الصحي بيجي الساعه 2 الظهر، يعني ده تهريج بصراحه وكلام غير مقبول. و يعني ربنا يا رب يهدي الناس، وكل واحد بيقوم بعمله لو قام بعمله على الوجه الاكمل والله يعني هنروح في حته تانية خالص. واحنا اهو يعني احنا بنروح بالفعل في منطقه ايجابيه جدا جدا. السيد الرئيس بيعمل كل اللي يقدر عليه، بس نتمنى بقى ان الكل يكون على نفس هذا المستوى. معانا مين؟ استاذ محمد من الاسماعيليه. استاذ محمد، استاذ محمد من الاسماعيليه. اتفضل يا استاذ محمد. اهلا وسهلا. الله يخليك يا بيه. احنا عندنا مشكله والله مع ابني. نعم يا فندم. مشكله مع ابني. مشكله مع ابنك. اتفضل. اه اتفضل. هو كان اتعمل له قضيه في شبرا، وهي يعني ما كانش معاه لا مخدرات ولا حاجه وما بياخدش مخدرات لان هو سواق. ده شبرا ايه؟ شبرا مصر ولا شبرا الخيمه؟ شبرا الخيمه. اه محافظه القلب. فهو حضرتك عشان يطلع فيش، مش عارف يطلع فيش عشان يسافر زي الاول او يطلع رخصه او يعمل اي حاجه. نعم. طيب يعني الخط قطع من عنده على فكره، يعني حتى استاذ احمد امين مخرج الهواء مش من عندنا، ولكن يعني انا برضو ما فهمتش الموضوع قوي. وموضوع اتعمل له قضيه، يعني ايه اتعمل له قضيه؟ يعني ايه؟ مش عارف. لكن خلوني اقول لحضراتكم طبعا اتصالاتكم مهمه جدا بالنسبه لنا. اي شكوى، اي مظلمه، اي راي لحضراتكم مهم جدا. عفوا. فزي ما بقول لحضراتكم يعني يمكن احنا بنحاول زي ما بنعرض كده الجوانب اللي ممكن تكون يعني بتصدر لحضراتكم صوره سلبيه او تنكد عليكم او تضايقكم او تزعلكم، احنا يعني ما بنلاقي شيء يدعو الى التفاؤل، يدعو الى الامل، يدعو الى الاحساس كده ان في ناس كتير كويسين، الى الانتماء، الى الولاء، الى الاحساس بقيمه البلد واطفال مصر. بنهتم جدا بكده. بتقول يا استاذ احمد؟ معانا مين؟ استاذ احمد من السويس. طب استاذ احمد امين بيقول لي في ضغط في الاتصالات والخط قطع. طب بالراحه يا استاذ احمد، يعني حاول كده ايه يعني ما تزعلش الناس وناخد الاتصالات كده. ويعني انا عارف ان الوقت خلاص، هو خلص انا عارف، ولكن يعني على قد ما نقدر كده نحاول نلبي رغبه الجمهور. مهم جدا على قد ما نقدر. يعني حضر لك يا استاذ احمد، ربنا يخليك. استاذ احمد امين يعني طبعا صراحه يعني هو 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 مخرج ومعد وكل حاجه، يعني بصراحه بيعمل حاجات كتير وكلها على نفس المستوى وبنفس الحرفيه. فانا بشكره شكرا جزيلا استاذ احمد امين. شكرا جزيلا ايضا استاذه مريم يعقوب رئيس تحرير، برضو قاعده في الكنترول روم بصراحه لغايه دلوقتي اهو وبتتابع الاتصالات وبتتابع كل شيء. معنا مين؟ معنا استاذ احمد من الاسكندريه. يا استاذ احمد مساء الخير يا فندم. الحمد لله الاتصال ما قطعش. ومساء الخير يا استاذ احمد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ احمد حضرتك. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. والله احنا عندنا مشكله في الاهالي العالمي حضرتك، وكنت تواصلت مع الاستاذ محمود يونس مدير البرنامج لحضرتك، ويا ريت يا فندم حضرتك بس نتواصل. تواصلت مع مين يا فندم؟ مع الاستاذ محمود يونس. تمام تمام يا فندم تمام. ويا ريت بس تساعدنا بس في المشكله ديت، بقالنا فيها اكتر من حوالي 10 سنين. طيب المشكله عباره عن ايه؟ احنا بمنطقه طبعا انا بعتذر لحضرتك لان يعني الاستاذ محمد هو لم يعرض عليا المشكله،
فانا هتواصل مع حضرتك مباشر يعني على طول، والاستاذة مريم يعقوب هتتواصل مع حضرتك رئيس التحرير. وتفضل دلوقتي قول لي ملخص عام للمشكلة. تمام يا فندم. مشكلة؟ اه سريعا يا فندم بعد اذنك. هي مشكلة بس يا فندم، احنا في منطقة بجوار مول عجم ستار بالعجمي. نعم. عندنا مشكلة الصفة دي الصيف والشتاء، بكر الصيف أكتر. لأن البيارة بتسحب جمال الصرف وبيضرب عندنا، ما عندناش منطقة. إيه اللي بيضرب عند حضرتك؟ يا ريت بس توضيح الصرف. تمام. الصرف الساحلي. نعم. احنا أكتر من حوالي بتاع أكتر من حوالي 25 شارع بنغرقوا، شارع فيها واحد 25 شارع بيغرقوا. بيغرقوا. وحاجة تانية، تواصلنا مع سيد رئيس الحي العجمي مشكورا منه، عمل على قد إمكانياته، ما عندناش رصف، ما عندناش حاجة، عندنا أرض فيها ست فدانين. نعم. على الطريق الرئيسي بالعجمي، دي حضرتك الأرض دي مهجورة. تواصلنا مع السيد أحمد بشير سكرتير عام المحافظ. نعم. وطبعا حضرتك مش عايز اقول لك بلطجيه وحراميه. طب ده انتوا عملتوا شغل كويس اهو، يعني تواصلتوا مع رئيس حي العجمي ومع المحافظ، وانت نفسك بتقول رئيس حي العجمي يعني لم يتوانى. طيب المشكله فين؟ المشكله يا فندم ان احنا لسه بنغرق في الرصف وفي الصرف. طب ايه الحل؟ يعني الحل اللي حضرتك، انت اقرب مني طبعا للموضوع وللقصه كلها، ايه الحل اللي انت شايفه او ايه اللي نقدر ان احنا نخدمك بيه؟ عايزين نوصل صوتنا للسيد المحافظ عبد العزيز قمصوة، اللي هو حد بشرف حتى يحضر بس يزورنا بس ولو مره واحده او نص ساعه. طيب حاضر حاضر، احنا بدورنا هنوصل هذا الموضوع وهذه المشكله للسيد محافظ على الاقليم، محافظ الاسكندريه. بشكرك شكرا جزيلا. حاضر. طبعا يعني لما بنقول حاضر فاحنا بنقول حاضر وبنعمل ده وبنوصل الرساله وبنوصل الشكوى، لكن اتحلت بقى ما اتحلتش مش قصتنا. يعني في النهايه احنا بنعمل اللي علينا، بنعمل اللي علينا كبرنامج كاعداد، ان احنا بنكون همزه صله وتواصل ما بين الشاكي وبين المسؤول على قد ما بنقدر، وده بنعمله على هامش مهمتنا الخاصه، وبيعتبر من لب واسس وركائز البرنامج ده، مهم جدا جدا بالنسبه لنا. فاحنا يعني فاتحين دراعاتنا كده بالبلدي لحضراتكم، ولاي حد ليه شكوى او مظلمه او رجاء او طلب نقدر ان احنا معنا مين نقدر ان احنا نعمله بنعمله. معانا الاستاذ احمد من الشرقيه. يا استاذ احمد. والنبي يا باشا، عندنا مشكله في الميه بقى لها اكتر من 8 شهور. نعم. ميه ضربه في البيت بقى لها اكتر من 8 شهور، هتوقع البيوت اللي جنبنا، والبيت متكون من 6 طوابق. والميه دي، الميه دي من ايه طيب؟ يعني ما حدش عارف يعني لغايه دلوقتي. اما التحليل صرف صحي، مياه صرف، مياه صرف. لا، ميه معدنيه شرب. نعم. واشتكينا في مجلس الوزراء ما حدش سائل، اشتكينا في المحافظه ما حدش سائل، كل يومين ثلاثه يجي يحللوا الميه. فين في الشرقيه الكلام دوت؟ فين في الشرقيه؟ سنهوت منيا القمح. في منيا القمح، تمام. سنهوت، قريه سنهوت، مركز ملامح الشرقيه. خد سجل بيانات عندك وارد على هذا. طيب الاعداد هيتابع معاك، الاستاذه مريم يعقوب هتتابع معاك، ما تقفلش السكه، هتاخد منك البيانات، وانا بوعدك ان شاء الله باذن الله هنتابع الموضوع ده. حاضر، تحت امرك. معرفش يعني ايه موضوع مياه الصرف، وايه موضوع يعني الموضوع ده اتكرر كتير جدا جدا في اكتر من مكان، واحنا يعني زي ما قلت لحضراتكم احنا بنوعد كل متصل، كل شاكي، كل حد عنده رجاء او طلب او مظلمه او شكوى، ان احنا يعني همزه الصله بينه وبين المسؤول، بينه وبين الشخص المنوط لحل هذه المشكله. لكن في النهايه اتحلت المشكله خير وبركه والحمد لله، ما اتحلتش فاحنا بنكون عملنا اللي علينا. خدوا بالكم يعني ان شاء الله باذن الله احنا مهتمين جدا بكل هذه المشاكل. تابعونا دايما على الصفحه الرسميه. معنا مين؟ استاذه عايده من المحله. يا استاذه عايده. ايوه استاذ احمد. اتفضلي يا استاذه عايده، اهلا وسهلا. انا حضرتك عندي مشكله، كان في ناس من شهر 11 ضربوا جوزي بالنار. عملوا ايه يا فندم؟ واتحجز في طنطا ورجله هتتقطع. لا معلش يعني واحده واحده. ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل ان الناس دي جت ضربته بالنار، وجت الرصاصه في رجله الشمال قطعت له الشريان الرئيسي. ده جوز حضرتك؟ بتاع القلب. جوزك؟ اه. تمام. فهم محبوسين وعمالين يشككهم في القضيه بتاعه جوزي، عشان اهاليهم عاوزين يطلعوهم، وانا جوزي اتدمر خالص واتعمل له 6 عمليات. لا الف سلامه عليك. ورجله دلوقتي هتتبتر بعد اسبوعين هيبتروا رجليه. طيب المطلوب ايه يا استاذه عايده؟
المطلوبه انا عايزه حق جوزي، لان انا حاسه ان الحكومه مش هتجيب له حقه. انت حضرتك بتقولي الناس كل ده عشان بيقول لي الولد ما تضربش نار. يا استاذه عايده، يا مدام عايده، حضرتك بتقولي الناس اتحبست مظبوط؟ الناس محبوسه. ايوه تمام. طب ايه اللي حضرتك عاوزاه تاني؟ ما هو الناس اتحبسوا خلاص اللي عملوا كده بجوزك. طب ماشي، وانا عايزه اقول لهم اقصى العقوبه. ما هي اقصى العقوبه دي بقى بتاعت القضاء، يعني دي مش بتاعتنا احنا كبرنامج. يعني اقصى العقوبه دي مش بتاعتنا احنا ولا بتاعت اي حد خالص على فكره. يعني اقصى العقوبه دي بتاعت القضاء. انا بكلمك بالبلدي، بتاعت القضاء. القضاء هو الذي يقدر ويقرر العقوبه وفقا للقانون، وفقا لقانون العقوبات. القضاء بقى هو بقى ممكن يدي سجن مشدد، ممكن يلاقي ظرف من الظروف المخففه فيطبق ماده اسمها الماده 17 يهبط بالعقوبه درجه او درجتين. القضاء له في النهايه الحكم والتقدير، ولا تعليق على احكام القضاء. فاحنا كبرنامج ايه اللي نقدر ان احنا نعمله في حاجه زي كده؟ انا مش بعرضك على فكره، انا معاكي. يعني شوفي ايه اللي انا ممكن اقدر اعمله لحضرتك كاحمد وكبرنامجي وكالاعداد عندي، ولا تحت امرك. طيب، فانا زي ما بقول لها كده، يعني هي بتقول انا عاوزه اشد عقوبه، اغلظ عقوبه. طب احنا معقول هنقول للقضاء لو سمحتم يا قضاء يا محكمه احنا عاوزين اقصى؟ ده كلام برضو، ده كلام فاضي. يعني ما ينفعش احنا نناشد ونقول زي ما قلنا كده في الجرائم اللي بنعرضها لحضراتكم، او في المهام الخاصه اللي فيها قتل وفيها دم وفيها مطالبه بالقصاص. طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون، صدق الله العظيم. ده ربنا اللي قال كده. فالقصاص بايه؟ بالعدل، القصاص بالقانون. لكن في النهايه ما نقدرش نقول بقى احنا عاوزين العقوبه الفلانيه. هذا امر منوب به القضاء. معنا مين؟ معنا المستشار مؤمن العقيلي المحامي. يا سياده المستشار مساء الخير. اهلا بيك استاذ احمد، مساء حضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك، اتفضل يا استاذ مؤمن. اولا انا بحيي حضرتك جدا على التقارير القويه جدا لحضرتك بتجيبها وبتعملها. الله يخليك فندم. فعلا بتتفرد فيها، وبرنامج مميز من زمان يعني. يا سياده المستشار، ده يعني رايك شرف كبير لينا، ربنا يخلي حضرتك. الله يحفظك. ثانيا انا طبعا قاعد يعني النهارده شفت الحلقه بتاعت الواقعه اللي في المحله. نعم. ولفت نظري ان عايز اقول ان القاعده ان يتقن كل شخص في مجاله عمله. مظبوط. دي القاعده، والاستثناء هو ان احنا نلاقي حالات اهمال او رعونه او عدم احتراز في كل المهن، مش مهنه الطب بس. يمكن مهنة الطب عشان مهنة معروف انها مهنة حساسة جدا، متعارف عليه انه ربما في الزمن اللي احنا بنعيشه بنلاقي شيء من الاهمال الطبي في مجالات كتير. لكن اهم ما يميز واقعة النهاردة هو الدكتور هشام فتحي واتقانه لعمله بمهنية وضمير وحرفية. مظبوط. وزي ما تفضلت حضرتك وقلت، نتمنى ان هذا النموذج يكون هو القاعدة السائدة في مجتمعنا، حرصا على بلدنا، لان احنا مجتمعنا نعلم تماما انه بيعاني احيانا من شويه قله ضمير في صح. كل المهن، او عدم صح. احتراز او عدم اهتمام. ولكن لما الاقي نموذج زي الدكتور العظيم ده اللي ضرب عرض الحائط بكل الاجراءات والبيروقراطيه في سبيل انقاذ حياه طفل شافه في الواقعه دي، ما فكرش غير في انسانيته وفي مهنيه المهنه بتاعته وفي قدسية المهنة بتاعته، وان هو ينقذ هذا الطفل. هو ده اللي دعاني ان انا من خلال برنامجك اعمل المداخلة دي عشان اشكره وحييه وادعي له ان ربنا يكتر من امثاله في كل المجالات. احنا في حاجة لهذا النموذج المصري. تخيل بقى سيادة المستشار مؤمن، يعني لو في زي الدكتور هشام، يعني الدكتور هشام 2 و3 و4 و10 و1000 يعني بالضبط. يعني تخيل حضرتك النتيجة تبقى عاملة ازاي. هو استاذ احمد برضو، هي كلمة اخيرة انا عايز اقولها لحضرتك. يمكن في زمن سابق احنا في كل المهن بنعاني زي ما قلت لحضرتك. نعم. من عدم الاهتمام، مش هنقول اكتر من كده، او عدم اتقان العمل في كل المهن. صح. لما بنبدا في هذا العهد، عهد البناء للدوله المصريه، عهد بناء المواطن المصري وتنميه المواطن المصري زي ما سياده الرئيس في فتره الرئاسه الثانيه. نعم. وقال بناء المواطن المصري. فاحنا نامل ان في المستقبل القريب يتم اعداد كوادر عندها ضمير وعندها مهنية وعندها حرفية
عشان بلدنا تتقدم للأمام. إن مصر لن تكون في المقدمة إلا بمثل هؤلاء الدكتور هشام وأمثاله في كل المهن. نتمنى في المستقبل القريب إن كل المهن يكون فيها نماذج زي الدكتور هشام، راجل فاهم شغله كويس، يتقن عمله كويس، حكم إنسانيته وضميره قبل ما يحكم إجراءات وبيروقراطية وأي تعقيدات أخرى. ده اللي احنا عايزينه عشان بلدنا مصر تتقدم وتاخد خطوات للأمام. وبحييك على برنامجك وشكرا لك على عرضك لهذا الموضوع. شكرا. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الكلام بصراحة الجميل المنمق اللي من القلب من سيادة المستشار مؤمن العقيلي. شكرا جزيلا لحضرتك. ويمكن زي ما قال سيادة المستشار مؤمن، محتاجين الفترة الجاية إعداد جيل له خبرة كبيرة جدا جدا في كل المجالات، في الطب، في الهندسة، في الصناعة، في الزراعة، في كل المجالات. زي ما دعا وقال وكان حريص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن هم دول اللي هينقلوا مصر، هي الكوادر اللي قال عليها المستشار مؤمن العقيلي، هي دي اللي هتنقل مصر نقلة نوعية. بس خدوا بالكم يا جماعة، الأهم بقى من إعداد الكوادر من الناحية الحرفية والتقنية والإبداعية إعداد الضمير. بس الضمير لا يعد، الضمير ده بقى مش بيحتاج الى اعداد او الى معاهد للتدريب، ده بيبقى جوه الانسان، بيبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى، ده مش بيحتاج الى اعداد. الضمير اللي شفناه في النموذج اللي انا عرضته لحضراتكم الدكتور هشام فتحي، محتاجين الضمير ده يكون موجود في كل واحد فينا، في كل واحد بيقوم بدوره، بيقوم بعمله، بيقوم برسالته. بجد لو الضمير ده على نفس المستوى اللي شفناه ده في الحلقة اللي انا عرضتها لحضراتكم بتاعت الدكتور هشام، صدقوني هنتنقل نقلة نوعية تانية خالص، وربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا وهيكرمنا. الضمير محتاجينه. الضمير والاخلاقيات راحت فين يا جماعة؟ راحت فين؟ ايه اللي ممكن يزوق بيحصل؟ خلونا نتكلم بصراحة، ايه اللي ممكن يزوق من شغله كده ويروح علشان يعمل مصلحة ومش مهم مش عارف ايه؟ الدكتور زي بتاع التأمين الصحي كده اللي قالت لي عليه الحاجة اللي دخلت معايا، او الحاج محمد اللي دخل معايا اللي بيروح الساعة 2 الظهر المستشفى، فلان اللي في تقصير من بعض من بعض الناس، في تقصير من بعض الموظفين اللي المفروض منوط ليهم القيام بدور سامي وواجب وطني ووظيفة هم يعني المفروض يراعوا فيها ربنا سبحانه وتعالى. لو عاد الضمير لكل موظف، لكل مسؤول، لكل بني آدم فينا، حتى لو مش مسؤول، حتى لو مش موظف، حتى لو مش بيده حاجة ومواطن عادي بس عنده ضمير، صدقوني ده هينعكس على تعاملاتنا احنا مع بعض في الشارع، على تعاملاتنا في الدواوين، على تعاملاتنا في المؤسسات الإدارية والتنظيمية في مصر والجهات التنفيذية. الضمير والأخلاقيات والأعراف والتقاليد والحب اللي كان موجود بيننا كمصريين. الدكتور ده أنقذ الطفل وما همهوش بيروقراطية ولا روتين ولا تعليمات ولا تفتيش، وكان ممكن يتعرض للمسؤولية. ما بنقولش إن احنا نخالف التعليمات، ما بنقولش إن احنا نخالف اللوائح الإدارية، لكن لما يكون عندنا حاجة زي كده ملحة فيها إن احنا نقدر ننقذ بني آدم، نعملها وأجرنا ربنا سبحانه وتعالى، وربنا هيكرمنا وهيوفقنا وهيبعت لنا اللي هيشيد بينا. زي ما انا رحت له كده وانا ما اعرفوش، زي ما جالي الموضوع وناس كتير قالوا لي لا الموضوع ما يعني ما يستاهلش يبقى فيه مهمه خاصه حمار وعض طفل صغير. انا شفت الموضوع من منظور تاني، من زاويه تانية، من اتجاه تاني. شفت الموضوع ان في طبيب مصري في الاقاليم في المحله عمل عمليه على الطراز الاوروبي ببصمه اوروبيه. هم مش متقدمين عننا من فراغ، لا هم بيراعوا ضميرهم، خدوا بالكم. لكن احنا عندنا العبقرية وعندنا المهنية وعندنا التاريخ، تعالوا اقروا في كتب التاريخ شوفوا مين اللي عمل الطب ومين اللي عمل الهندسة، تعالوا رجعوا وشوفوا هتلاقوا احنا المصريين. لكن هم عندهم روح الفريق، فريق العمل الواحد، بيشتغلوا بروح التيم وورك، عندهم ضمير، عندهم اخلاقيات، عندهم اعراف، عندهم مبادئ، عندهم حاجات كتير. الحاجات دي كانت موجودة فينا احنا زمان، راحت فين مننا يا جماعة؟ راحت فين؟ على كل حال يمكن انا خدت يعني وقت طويل جدا جدا، بذكر حضراتكم ان شاء الله باذن الله هيكون في اعادة يوم الجمعة من الساعة 1 ظهرا بعد صلاة الجمعة مباشرة. موعدنا ان شاء الله الاحد القادم في تمام الساعة 8:30.
طيب إلى أن يحن الأسبوع القادم الأحد القادم، لكم مني كل التحية والتقدير. كنت سعيد جدا بالتواجد مع حضراتكم خلال هذه الفترة اللي مرت سريعا جدا. تحياتي لحضراتكم، أحمد رجب، إلى اللقاء.